شنو واقع ليا؟ انا عندي 73 عام في عمري. انا ضعت. انا كل واحد كندخل نكري عنده كيبغي يجري عليا، كيقول لك لا عطينا قدا وقدا، هاد الثمن ما كافيناش، قلت لهم نعطيكم 10000 ريال هنا وخلوا لي ديك 3000 باش انا نتصور وكنعطيكم الفلوس وكنبرك نبكي ونتفقص ونبات بالعشاء ولا ما نتغداش. هاد الدريه تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، انا دوايا ديال الطنسيون في القلب لا ما كاينش في شويه، طنسيون في القلب ما كنلقاش اللي يشري لي هاد الدواء، حسبي يا ربي. ها كنت كنتكرفص على ونعم الوكيل حسبي الله، راني كنضيع الى لحد الان، شحال من خطره كنتلقى سيدنا بالشكايات وكيجريو عليا دوك اللي معاه من دار الكور، الى لحد الان في الذكرى ديال مولاي الحسن الله يرحمه ويرحم والدينا ووالديكم. ضغط بزاف، والان وانا دابا جا واحد طيحني بالكروسه باش مشيت عند المندوب طلبت الزوج في عطاني هذيك الكروسه، وهذيك العامله اللي جاب سيدنا الله ينصرك وينصرو نادو كانوا غادي يعطوني السكونه، قال لي ما تعطيوهاش هادي اش غتعطيكم، راه ما عندها والو ما دني ما كتسبق، واني ضايعه الى لحد الان، انا ضايعه الحمام ما نمشي ليه على شهرين، لقيت هاد البنيه اللي مقابلاني وربي صافي الله يخلي لك وليداتك والله يوقف لكم، انا من النبي وعاش الملك والله يجعل ربي يحفظه لينا ويعطي صحته ويطول عمره ويخلي لي ما باقي في حياته. القريمه تصنت القريمه، انا نعاود لك الهضره بالتفاصيل، القريمه عادت صيفطتها، ولما صيفطتها جوج طلبات انا صيفطتها باش نعيش، وهي صيفطت على قريمه من اللي مشينا تما قال لك كاينه قريمتك كاينه يرزقكم على بنتي. ايه دوك اللي كيكونوا في الباب عادكم خيركم هنا جاكم وعندكم رزقكم، نادو جمعوا وطواو حبوا تبن وما خلو لينا والو. بلاتي شوف السيدي دابا شنو كناكلو حنا، اشنو انا بصيماش عندي طنسيون في القلب وحيضه المراره منو عليا، كناكل ماكله العيش الدبانه حشوش السيدي في البطانه، ان كنمشيو للشبيبه مخلطين فيها اطباء ومعامل وكل شيء، كنمشيو تماك فين كناكل، انا ما نشربش الحريره هذا راه منو عليا، القهوه والحليب منو عليا، ناكل خبيزه شويه ديال الكاشير ونوض صافي. باش كطالب يعني انا كنطالب بغيت باش نعيش وبغيت السكن فين نكون، انا ما عطيتش قدر على الكره بصفه نهائيه. هذا هو المعقول الله يطول لي عمركم وعيدكم مبروك. عطاو لي انا كنسمعهم كيقولوا الدار كاين ترونسبور كبير عندها، فهمتي عطاتها ترونسبور كبير، والله الا بحال هكا كنسمع بهم كيقولوا ترونسبور كبير عندها، وكاين انا ضيعوني انا ما عطاو لينا ترونسبور كبير لا صغير والو، ما عطاوني والو داكشي ما عتكبروا قلبهم عليه وخادوه، هي بعدا الملكيه راه كتعطي لها جزاء بخير وكي هما ما كيعطيونا والو. دابا كنطالب غير هذيك الكريمه اللي مشات ليا يعطيوها ليا العماله، ما بغاوش يعطيوها ليا، كيجريو عليا رئيس الكريم والعامله ما كتستقبلنيش، كيجريو عليا وما كيعطونيش وقت، كيقول لي سيري يلا سيري، قال لي الداخليه مشي للداخليه عاوتاني يجريو عليا. انا دابا ما عنديش توقف معايا سوى الله سبحانه وتعالى، كانت تشوف شي واحد لا كان كيشوفني بقلب الرحمه راه الله يجازيه بخير وقف معايا راه غيدير وهاد العواشر اجروا لي الله سبحانه وتعالى، الا حن من بنادم راه ربي غيحن منه تاهو، راه كلشي فايت في الدنيا ما غيدوم والو سبحانه وتعالى الله اللي غيدوم. انا دابا ضيعوني هادشي بقى فيا الحال ما عطاوني والو، عيطوا عليا الاميره عيطات عليك والو، انا ما خت والو، انا من داك النهار وانا كنتعصب وكنبكي كنتفكر هادشي كنبقى نتعصب راسي كنبقى نبكي كنبقى بزاف الحوايج، وانا ما سامحاش ليهم بصراحه، خدمتهم ما كيديروهاش كيضيعوا الناس. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك، نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.